شرحنا بالمقطع اللي فات اللي هو الأكتين، وشرحت لكم الكلينيكال أبليكيشن مع الأكتين همينة، وهس راح أشرح لكم الأكتين بايندينج بروتين سبكترين. شوفوا الأكتين مو واحدة، يعني ما عايش واحدة، لا عنده أصدقاء أو شلة وعنده كراش. يعني إحنا كل واحد إنه أصدقاء له تأثير على حياته، والكراش هم لها تأثير على حياة هذا الشخص. فالأكتين أصدقاء لهم تأثير علي، يعني على عليه اللي هم البروتينات، والكراش عندها تأثير عليه. خلنا نعرف منه أصدقاء. يقول لك أكتين يرتبط ببروتينات، الأكتين عنده بروتينات ترتبط به، يعني مو واحدة، هذول الأصدقاء مالاته. فإحنا لازم نعرف إنه أصدقاء الشنطونة regulate the structure of the actin within the cell، يحافظون على تركيب الأكتين بالخلية. أوكي، أصدقاء الأكتين هم البروتينات، يحافظون على تركيب الأكتين بالخلية، ويتحكمون أو controlling polymerization of G actin، يتحكمون ببلمرات جزيئات الجي أكتين. أوكي تمام، عرفنا هسه شنو وظيفة الأصدقاء مع الأكتين اللي هم البروتينات. Regulate the structure of actin within the cell or control the polymerization of G actin monomers. هسه نجي على الكراش. الكراش ايش تسوي؟ تعطي stability, strength و support، اللي هي الاستقرار والقوة والمساعدة. يقول لك هنا are imported to cell by actin binding protein، يعني مهم هو، يعني يعني له وظيفة مهمة بالاكتين. هو من آلة سبكترين، particularly important in erythrocyte red blood cell، وخلايا الدم الحمراء. أنا أقول لك سبكترين has long flexible rod like shape and exists in dimer، ده يكون شكله يعني long، طويل ورفيع، ويعني وموجود بدايمرز يعني ثنائيات. هنا أنا عرفنا إنه سبكترين طي stability و strength و support، ومهم للإرثروسايت. هسا راح نعرف ليش مهم للإرثروسايت، وعرفنا إنه البروتينات يعطون regulation اللي هم الأصدقاء مالات، يعطون regulation structure actin و يعطون control of polymerization of G actin. يعني أقول لك the spectrin actin association is important to maintaining the characteristic، يعني مهمين بمحافظة على شكل الخلايا الدم الحمراء اللي هي بايو كونكيف ديسك، اللي هي تكون ديسك اسمهن مقعرات. ليش يكون مقعرات؟ على مود يعني يحمل اكبر عدد ممكن من الهيموغلوبين. That's may important to for maximizing the hemoglobin and oxygen carried by each red blood cell، يعني تعطي مساحة أكبر أو تحمل الهيموغلوبين. هاي خلينا أشرح ممكن يعني هم يعني يجي سؤال، يعني ممكن يشيل الهيموغلوبين كاد. فالمهم يعني بهذا السلايد ركزوا لي على إنه البروتينات يعطون regulation و control polymerization، والسبكتين stability و strength و support و important to erythrocyte، ووظيفة السبكترين اللي هو maintaining the characteristic 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 و اللي هي bioconcave disc shape of erythrocyte، وحتى ليش كان يكون شكلها ان هي تكون disc bioconcave and carry the maximizing hemoglobin and oxygen. وبس المهم هذا اللي نركزوا عليهن، ويعني هم ممكن يجي أنا عفو يعني ممكن يجي MCQ أو كوزات، فركزوا عليهن وبس.